صباح الخير على حضراتكم أبنائي الأعزاء وطلابتي الأفاضل وطالباتي الأفاضل الفضليات. ده الجزء الثاني من الفصل الخامس، أو تعتبر المحاضرة الثانية في الفصل الخامس. احنا هنعمل الفصل الخامس في 3 محاضرات. طيب خلينا نقول انه سريعا كده، احنا قلنا في الجزء الأول من الفصل الخامس كان بيتكلم عن يعني ايه صناعة. احنا اتفقنا ان هي مجموعة الشركات التي تعمل في قطاع بعينه محدد، وصناعة المواد الغذائية مثلا على سبيل المثال تشمل صناعة المواد المعلبة، صناعة المواد الغذائية المعلبة، الغذائية النصف مصنعة، الغذائية الطازجة، الغذائية العضوية، صناعة الوجبات الجاهزة، كل دي يطلق عليها صناعات غذائية او صناعة المواد الغذائية. قلنا احنا ليه مهتمين قوي كرائد اعمال او شركة ناشئة ليه بتهتم بتحليل الصناعة. قلنا برضو انها بتهتم بتحليل الصناعة لسبب بسيط جدا، هي انها عشان تدخل الصناعة دي لازم تتحقق من جاذبية هذه الصناعة. طيب اتكلمنا كمان عن فكرة اساسية جدا، وهي فكرة انه الصناعة دي ازاي نعمل عملية تقييم لجاذبية هذه الصناعة، ازاي نعمل، ولازم نسأل نفسنا 3 اسئلة قبل ما نعمل التقييم ده. نسأل نفسنا 3 اسئلة اساسية. السؤال الاول يتعلق بفكرة هو انا ليا مكان في الصناعة دي. السؤال الثاني يتعلق بهي الصناعة دي ممكن يحصل فيها ابتكار او تجديد او تقديم خدمات مش مقدمة قبل كده. السؤال الثالث يتعلق بإلى أي مدى أنا أقدر أقدم خدمة أو سلعة في هذه الصناعة تحل مشكلات وسلبيات هذه الصناعة. طيب جاوبت على هذه الـ3 أسئلة وقلت نعم نعم نعم، يبقى أدخل في الصناعة، أحلل الصناعة بمزيد من التحليل والتأني والتروي، أدرس هذه الصناعة. في 2 تكنيكس يستخدموا الاثنين في تحليل جاذبية الصناعة. التكنيك الأول هو أو الوسيلة والتول أو الأداة الأولى هي تحليل العوامل البيئة الخارجية المحيطة بالصناعة، وقلنا هي العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية، التنظيمية، السياسية والتكنولوجية. وخدنا مثال بذلك على أوبر وكريم، وإزاي الأبليكيشنز دي كانت مهمة جدا جدا لسوق نقل، سوق تقديم خدمات النقل الخاصة المدفوعة القيمة طبعا بحسب تكلفتها. واتفقنا انه اتفقت العوامل جميعا على ان هذه الصناعة جذابة. ننتقل بقى النهاردة في المحاضرة الثانية الى اي مدى هذه السوق جذابة او هذه الصناعة جذابة باستخدام أداة اسمها، أداة مهمة جدا اللي هي اسمها ايه، نموذج القوى الخمس. نموذج القوى الخمس، تعالوا معانا كده نشوف نموذج القوى الخمس او نموذج القوى التنافسية الخمسة عبارة عن ايه. ده نموذج، النموذج ده بيقدم اطار عمل لفهم هيكل الصناعة. زي ما بالظبط استخدمنا العوامل البيئة الخارجية لأي مدى احنا فهمنا بيها الصناعة ولأي مدى هي ملائمة ولا لأ لدخول هذه الصناعة للشركات الناشئة، نرجع نقول ان النموذج ده بيحدد لي، بيساعدني على معرفة إلى أي مدى هذه الصناعة مربحة. وهنا بص، أنا قلت لكم قبل كده إن ريادة الأعمال لها علاقة بالباشن، بالحماس، بالشعورك بأنك عندك حلم نفسك تحققه، عندك مجال معين عايز تدخله عشان تحقق حلم معين. الحلم ده تقديم خدمات وسلع للمجتمع تشبع احتياجاتهم وتحللهم مشكلتهم. وقلت لك إن لازم يبقى من ضمن أهدافك، صحيح هو مش الهدف الأول، لكن يبقى من ضمن أهدافك وتحقيق ربحية. فلما تدخل صناعة عشان تنجح وتحقق أحلامك وأمالك والصناعة دي تبقى وتعيش وتنتشر والشركة بتاعتك دي تفضل عايشة 100 سنة قدام، لازم الصناعة دي تكون صناعة مربحة. طيب تعالى نشوف هي ايه نموذج القوى الخمسة. الحقيقة النموذج القوى الخمسة الحقيقة من اقتراح ومن تصميم ومن إعداد ومن اختبار ومن عالم من علماء الإدارة المشهورين جدا اللي اشتغل عليه في نهاية الـ80ات وبداية الـ90ات اسمه بورتر، مايكل بورتر. تمام، بس ايه دي حاجة يعني بره الموضوع كده شوية. ندخل تاني كده في نموذج القوى الخمسة بيقول ايه. نموذج القوى الخمسة بيساعد الشركات على انها تتجنب او تقلل العبء الخاص بهذه القوة علشان تزود ربحية صناعتها. يعني انا راجل، انا رائد اعمال، انا رائد اعمال او رائدة اعمال على فكرة، يعني انا قررت ادخل بشركة ناشئة
علشان في صناعة معينة، أنا لازم أعرف معدل العائد على هذه الصناعة قد إيه، يعني هكسب قد إيه، ربحيتي قد إيه، الصناعة دي جيدة ولا لأ. أعرف القوى الخمسة دي وحللها كويس قوي، لأن تحليلي لهذه القوى الخمسة هيساعدني على تجنب سيئاتها وتعظيم الاستفادة منها. أنا آسفة حصل عطل فني وعدت من الأول، فأتمنى أن يكون التسجيل شغال زي ما هو. طيب، نموذج القوى التنافسية الخمسة اللي هي تهديد البدائل. قلنا البدائل، هديكوا أمثلة بقى على طول، الحاجة الساقعة البدائل بتاعتها العصير، البدائل بتاعت المياه المعدنية، البدائل بتاعتها المشروبات الساخنة، يبقى دي بدائل. طب أنا لما أجي أدخل قرر إن أنا أعمل أي صناعة من الصناعات دي، أدخل في صناعة المشروبات، في أي هقدم أي نوع من الأنواع دي، مش لازم أبقى عارف مين البدائل بتوعي. طيب، لو تهديد البدائل مرتفع يبقى الصناعة دي مزنوقة صعبة، فيها بدائل كتير، يبقى أنا لازم أبقى مبتكر قوي. طيب، لو أنا بدائل محدودة، لا، يبقى أنا هنا إيه، عندي فرصة أكبر لأن أنا أفوز بنصيب أكبر. طيب، اللي بعده تهديد الدخلاء الجدد. يعني إيه الدخلاء الجدد؟ هل هذه الصناعة بيدخلها منافس وبتدخلها شركة ناشئة كل يوم، ولا الصناعة دي دخولها صعب؟ وهنعرف ليه بقى واحنا بنشرح دخولها صعب ودخولها سهل دي تتقاس ازاي. طيب، التنافس بين الشركات، هل التنافس بين الشركات عنيف؟ يعني في شركات كتير قوي بتكسر بعضها، بتتنافس على الاسعار. يعني ايه؟ اعمل حسابك ان انت لو قررت تعمل مصنع عصائر طبيعية، لازم تعرف انك مش هتقدر. هي علبة العصير بكام الصغيرة، اللي هي ربع لتر الصغيرة خالص، اللي بالشاليمون دي، ها، لامار وعصير دمتي وعصير بيتي وعصير جهينة، العصير دي بكام؟ الواحدة بكام؟ باتنين جنيه، 2 جنيه ونص. اعمل حسابك انك لا يمكن تدخل تنافس على يعني يمكن تدخل تبيع باكتر من 2 جنيه ونص، اذا هم دي اسعارهم، اذا اقل اكتر لا. ليه بقى؟ لان هم هنا التنافس السعري عنيف جدا، ممكن هما تدخل انت السوق تبص تلاقيهم تاني يوم تدخل بقى بعصير ومش عارف على طبيعي وعليه نوع ايه وانواع جديدة ما حصلتش وفيه ايه وعامل، وبعدين وتقول لا ده انا عامل حاجة جديدة ما حصلتش وهنزله ب5 جنيه، دي حاجة ما حصلتش. تبص تلاقيهم منزلين عروض عنيفة جدا، بيبيعوا فيها العصير الواحدة بجنيه، فتبص تلاقي نفسك يعني لا، مفيش مبيعات في الوقت اللي هما بيعملوا فيه تنافس بالاسعار، تنافس سعري. طب القدرة على المساومة من الموردين، يعني ايه بقى القدرة على المساومة من الموردين؟ بص يا ولاد، كل سوق فيه مورد، فيه منتج، وفيه موزع، وفيه مشتري. ادي 4 عناصر: مورد، منتج، موزع، مشتري. مين المورد؟ اللي هو بيديني المواد الخام. مين المنتج؟ انا، المصنع، الشركة الناشئة. مين الموزع؟ يا اما انا اوزع لنفسي، يا اما اعتمد على موزعين ابيع عندهم. مين المشتري؟ العميل بتاعي. طيب، النقطتين القوتين الاخرين، قوه الموردين وقوه المشترين، لما بتزيد قوي بتضغط عليا وبتخليني لازم يعني ممكن تخرجني خالص من السوق، او تخليني اقول ان الصناعه دي صناعه صعبه مش هدخلها، صناعه غير جاذبه. لما تبقى قوتهم قويه جدا، طب لما تبقى قوتهم اضعف شويه، لا اقدر ادخل واحقق ارباح واشتغل واقدم افكار ابداعيه وابتكاريه. تعالوا بقى، احنا كده غطينا الخمسه بسرعه، تعالوا نشوف كده كل واحد فيهم ازاي يتم تقييمه. اولا، تهديد البدائل. بص يا سيدي، تهديد البدائل وجود منتجات بديله لمنتج ما، والى اي مدى المستهلك لديه استعداد للدفع، بتخلينا طول الوقت اقدر اعمل ايه، اقدر اقدم منتج، لازم اقدم منتج بتاعي يبقى تنافسي لحد كبير جدا. على سبيل المثال، سوق الادويه عاده بتبقى اسواق الادويه، اسواق، انا بتكلم على الادويه، مش الادويه اللي هو ادويه الصداع دي، لها بدائل كتير، ده مش دواء اصلا، ده بيسموه اون ذا كاونتر او او تي سي، خلاص، اللي هو بتدخل تقول له اديني بانادول، اديني بارامول، اديني باراسيتامول، اي حاجه. لكن لا، انا بتكلم على ادويه سكر، ادويه الضغط، ادويه القلب. دايما هذه الادويه ملهاش بدائل كتير، عشان كده صناعه الادويه مربحه جدا، لان الدواء بيبقى دواء وبديل واحد بالكتير او بديلين بالكتير. طيب، وفي على فكره ادويه ملهاش بدائل خالص، ده مثال على حكايه البدائل. طب تعالى بقى في الحاجه الساقعه، لا، بدائل كتير جدا. طب يبقى دي مخليه في الحاجه الساقعه، المشروبات والمأكولات الغذائيه عاده بتبقى في بدائل كتير قوي، فبتلاقي ربحيه الصناعه منخفضه شويتين، خلاص. طيب،
في تهديد البدائل أيضا. يعتمد مدى قيام البدائل بتخفيض ربحية الصناعة على ميل المستهلكين للتبديل بين البدائل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا في الصيف باخد مشروبات ساخنة، في الشتاء باخد مشروبات باردة. أنا آسفة، العكس، في الصيف باخد مشروبات باردة، في الشتاء باخد مشروبات ساخنة. فأنا ببدل كتير ما بين البدائل. طب ده بيخليني إيه؟ كلما مال المستهلك التبديل بين البدائل كلما انخفضت ربحية الإيه؟ الصناعة. طيب اللي بعده، تعال شوف معايا كده، السبب ده بيخلي الشركات بتسعى طول الوقت إنها تقدم لعملائها منافع أكتر وتسعى لكسب ولائهم. علشان إيه؟ علشان تقدر في وقت، لأن هم طول الوقت في احتمالية أكبر للتحول ما بين المنتجين. يسيبوا الحاجة الساقعة ويقوموا شاربين عصاير، ويسيبوا العصاير والحاجة الساقعة ويقرروا يشربوا مية. كل ما يعطشوا يشربوا مية. لا، أنا مش هشرب حاجة ساقعة، أنا بالنسبة لي كل ما أعطش أشرب مية، ما بشربش حاجة ساقعة، ما بشربش عصير، عصير مليان سكر بالنسبة لي، والحاجة الساقعة مليانة مواد ضارة بالصحة. يبقى أنا كل ما بعطش بشرب مية، بطلتها في وقت من الأوقات. لا، كنت لما بعطش بشرب. فأنا عندي بدايل كل شوية بين البدايل. طيب ثانيا، تهديد الوافدين الجدد. ايه حكاية تهديد الوافدين الجدد بقى؟ لما بتكون الشركات في صناعة مربحة، في هذه الحالة هذه الصناعة تكون ايه؟ جاذبة لمين؟ للوافدين الجدد. يبقى الصناعات المربحة بتخلي الوافدين الجدد يدخلوها. مين الوافدين الجدد؟ انا شركة ناشئة عايزة ادخل صناعة، انا بالنسبة لهذه الصناعة في الوقت الحالي وافد جديد، دخلت بقالي سنتين ثلاثة، انت لقيتني بكسب كتير، قلت اه ده انا عايز ادخل الصناعه دي، دخلت. بعدها بشهر زميلك ده بيكسب كتير، انا هدخل الصناعه دي. بعدها بيومين زميلك دخل الصناعه دي. يبقى الصناعات المربحه بتشجع على دخول، على جذب الوافدين الجدد. ايه اللي بيحصل بقى؟ الشركات بتعمل ايه؟ بتتخذ بعض الشركات الموجوده جوه الصناعه بتعمل ايه؟ بتتخذ بعض الاجراءات عشان توقف كويس دخول الدخلاء الجدد، والا هتزداد والا الصناعه دي هتتحول من صناعه مربحه لصناعه ايه؟ ها؟ غير جاذبه، ربحيتها منخفضه، وسيتراجع متوسط ربحيه الصناعه. تعالى كده شوف معايا، تحاول الشركات في الصناعه الابقاء على عدد الوافدين الجدد منخفضا من خلال اقامه حواجز للدخول. وهناخد يعني ايه دلوقتي بعض الامثله على حواجز الدخول. انا عايزاك تفهم كويس قوي يعني ايه حواجز الدخول دي، لان هي في امثله على حواجز الدخول علشان تعمل ايه؟ مثبطا وكابحا لدخول الصناعه. طبعا مثبطا وكابحا لغه عربيه فصحى، بس هي ايه؟ تخلق، بيسموها بالانجليزي باريرز، إيه؟ عوائق. تخلق عوائق، كانك كده عمال تبني سور. تبني سور ليه؟ عشان مش كل شويه هذه الصناعه يدخلها دخلاء جدد، عشان لا تؤثر على الربحيه ومتوسط الربحيه انخفض هذه الصناعه. ادي بقى الامثله اللي موانع الدخول. تعال نشوف موانع الدخول. الاول، تهديد الوافدين الجدد او الدخلاء الجدد بيتقاس بايه؟ بيتقاس بمقياس اقتصادي وبمدى تميز المنتجات ومتطلبات راس المال. خلي بالك الحاجات دي. بص بقى، لما تلاقي من الصعب على الدخول الشركات الجديدة الدخول الصناعة بسبب أن هذه الصناعة تعتمد على اقتصادات كبيرة الحجم، يعني إيه؟ هو من السهل إن أنت مثلا تدخل تعمل مصنع حاجة ساقعة؟ لا طبعا، مكلف جدا. يبقى ده اقتصاديات، علشان تحقق مكاسب من هذه الصناعة لازم تنتج بحجم كبير. في هذه الحالة بيكون صعب. يبقى عشان كده يمكن تكون هذه الصناعه دخولها صعب الى حد ما. فعشان كده تبص تلاقي هم مين؟ بيبسي وكوكا كولا اللي موجودين. طب مين كمان؟ ما فيش بالشكل اللي انت انا بتكلم على صناعه الحاجه الساقعه اللي هي المشروبات الغازيه تحديدا، لكن المشروبات بشكل عام والبدائل، لا، البدائل كتيره في هذه الصناعه. تميز المنتجات، من الصعب اقتحام صناعه زي اهي، بص، المشروبات الغازيه اللي انا لسه كنت بتكلم عليها، لانها فيها علامتين تجاريتين اقويه جدا، ودخول الصناعة دي بيتطلب إنفاق مبالغ كبيرة في الإعلانات. فتلاقيهم في العالم أشهر ماركتين أو علامتين تجاريتين في صناعة المشروبات الغذائية هم الغازية هم مين؟ بيبسي وكوكا كولا. طيب متطلبات رأس المال، محتاجة استثمارات كبيرة. مصنع حاجة ساقعة؟ لا، ده مصنع ضخم، عايز استثمارات ضخمة من المال لدخول هذه الصناعة. يبقى دي ثلاث عوائق. العائق الأول حجم، العائق الأول اللي هو فكرة إن الصناعات
بتعتمد على اقتصادات كبيرة الحجم، لازم مصنع كبير ينتج ينتج أنا محتاج أنتج 10,000 عبوة، 20,000 عبوة، 30,000 عبوة في اليوم، ها؟ عشان أحافظ على إيه؟ أخفض التكلفة وأحقق ربحية. دي مقياس اقتصادي. تميز المنتجات، فكرة المنتج ده عشان أميزه عن غيره أو العلامة التجارية مثلا محتاجة حجم إنفاق إعلاني ضخم جدا، شبكة توزيع ضخمة عشان أتواجد في كل رف، في كل سوبر ماركت، في كل كشك في البلد. فأنا ده بيحتاج إنفاق ضخم واستثمار ضخم. متطلبات رأس المال، عشان أعمل مصنع حاجة ساقعة عايز استثمارات ضخمة. عندك الأسمنت، عندك الحديد، عندك في هناك بعض الصناعات موانع الدخول فيها كبيرة جدا. اللي بعده عندك موانع الدخول بالنسبة ل بنكمل نكمل يلا. مزايا التكلفة مستقلة عن الحجم. يعني ايه الكلام ده؟ بالنسبة للشركات الحالية عندها مزايا في التكلفة لا تتعلق بالحجم. يعني على سبيل المثال، انت النهاردة الشركة اللي محتاجة تقيم مصنع ضخم، تمن الأرض اللي اشتريتها من سنين مش زي تمن الأرض اللي انت النهاردة تقرر تشتريها السنة دي عشان تدخل في الصناعة دي. الوصول لقنوات التوزيع، قنوات التوزيع صعبة جدا في اللي هو سوق المتاجر. يعني ايه؟ انت عارف انت لو عملت مصنع صغير كده بينتج، خلينا نقول مثلا بينتج ايه، مكرونه، بعض المواد الغذائيه منها المكرونه، وعايز تروح تعرض عند السوبر ماركت اللي تحت بيتكو، تفتكر انه بالبساطه كده هيقبل يعرض تعرض عنده ليه؟ طب ما هو ايه الميزه اللي انت هتقدمها له؟ عنده عارض ريجينا، وعنده عارض الملكه، وعنده عارض ماركات وعلامات تجاريه كثيره، ايه الميزه اللي انت؟ فالوصول لقنوات التوزيع في بعض الصناعات صعب صعب. طيب فده بيعتبر مانع لدخول الصناعة. الحكومة والحواجز القانونية، في بعض الصناعات بتتطلب موافقات حكومية وتراخيص صعبة الحصول عليها من السلطة العامة، زي عشان تنشئ قناة تبث على القمر الصناعي الخاص بدولتك مثلا، قناة خاصة، أو علشان تشتغل في عمل المصرفي، في العمل المصرفي دي بتحتاج موافقات كبيرة. طيب لما نيجي نتكلم أن هناك أيضا بالنسبة لتهديد الوافدين الجدد، هناك حواجز لا غير تقليدية بقى. يعني احنا اتكلمنا عن وفرات الإنتاج والأموال المحدودة لدى الشركات المبتدئة، فدي تعتبر في حد ذاتها موانع دخول السوق. طب كمان، طب الشركات الناشئة تعمل ايه بقى اللي هي موجودة جوه السوق علشان تصمم حواجز غير تقليدية للدخول عشان ما تدخلش ناس اكتر؟ يعني انا شركة دخلت السوق من سنة، بس انا شركة ناشئة، طب انا هقعد اشغل نفسي بالصناعة واصنع واقدم منتجات وغيره، ولا اشغل نفسي بان انا ابني حواجز غير تقليدية عشان امنع دخول الوافدين الجدد؟ هشغل نفسي بالاثنين. يعني يبقى عندي مثلا فريق اداري يمتلك مهارات خاصة. مين اشهر الشركات في العالم اللي هي ابتدت كشركات ناشئه ودلوقتي اصبحت من اكبر الشركات في العالم؟ بس كانت من كام سنه بس شركات ناشئه، واعتمدت على فكره وجود فرق اداريه تمتلك مهارات خاصه. جوجل، واتساب، كل هذه الانواع من الشركات، واشهرهم جوجل طبعا، هي اعتمدت بالضروره على وجود فريق اداره يمتلك مهارات خاصه، وشكلت بذلك حواجز غير تقليدية لدخول السوق من أي شركة تفكر تعمل سيرش انجن مختلف عن جوجل مثلا. فدائما ما تعتمد الشركات في الصناعات بقى اللي مش محتاجة استثمارات ضخمة، ومش محتاجة مصانع، ومش محتاجة أراضي، ومش محتاجة انفاق إعلامي ضخم. ما في صناعات تانية مش محتاجة كل ده، زي صناعة الابليكيشن زي ما قلت لكم، مش محتاجة كل ده، زي صناعة التطبيقات التكنولوجية، زي صناعة اتصالات تكنولوجيا المعلومات، مش محتاجة كل اللي بقول لكم عليه ده. أمال إيه بقى؟ لازم تخلق حواجز دخول غير تقليدية، تقوم تخلق فريق إداري متميز جدا علشان ما تدخلش حد تاني منافس معاك في السوق، أو تمنع دخول الوافدين الجدد. طيب اتفقنا قوة فريق الإدارة، يبقى دي الحواجز الغير تقليدية للدخول بقى. ها أهي أنا على فكرة طبعا بتتعود مني، بس ايه، الله الله كده كويس. قوة فريق الإدارة، ميزة الحركة الأولى، وشغف فريق الإدارة والموظفين. بجد في جوجل مثال حي جدا لذلك.
بجد في امازون مثال حي جدا لذلك، بجد في بعض الصناعات بتعتمد بشكل اساسي على تكنولوجيا المعلومات، اللي هي صناعه التطبيقات وصناعه خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الحقيقه انها بتعتمد على حواجز غير تقليديه للدخول، بانها تعتمد على فريق اداري متميز جدا عنده مهارات مش موجوده عند حد، بتعتمد على انها دايما بتدخل بمفهوم جديد للصناعه، بتخلق عائق امام دخول اي منافسين جدد او دخلاء جدد، بتخلق حاجه اسمها شغف فريق الاداره والموظفين. انت الحقيقه بتدخل هذه الشركات بتلاقي كده روح عند فريق العمل والموظفين، يعملون كأن زي ما يكونوا بيمتلكوا اسهم في هذه الشركات، هما في الحقيقه بيمتلكوا الحقيقه يعني، وبيتوقعوا ودايما عندهم شغف عايز اقول لك على حاجه، انت عارف الموظفين في الشركات اللي زي دي ساعات لما شركات تانية تعرض عليهم مرتبات اكبر يرفضوا ويبقوا على العمل في هذه الشركات، لان عندهم حبوها وارتبطوا بيها والتزموا بيها، بتحقق لهم كل الاشباع المادي المطلوب وكل الاشباع المعنوي والنفسي المطلوب. طيب عندي لسه من الحواجز غير التقليديه، ما تقلقش، نموذج عمل فريد، اسماء نطاقات على الانترنت عشان تديني فرصة ان انا انطلق بشدة، ابتكار نهج جديد في الصناعة، اوبر كريم، الفكرة الابليكيشنز كلها اللي بتنزل على موبايلك عشان تسهل لك الانتقال، لا انتقال امور، اشياء من تعمل لك ديليفري. انت عارف في وقت من الاوقات اول فكره طلعت من ابلكيشن علشان تبقى انت عايز واحد يجيب لك حاجه من حته، مرسول، ابلكيشن تاني اسمه وصل لي، ابلكيشن تاني اسمه هنجيلك، ابلكيشن تالت اسمه اول ابلكيشن نزل السوق، الابلكيشن ده ابتكر منهجا جديدا في الصناعه وقدم نموذج عمل فريد من نوعه. اهو بص اهي الحقيقة يعني، وبعد كده دخل دخلاء جدد كثيرة جدا في هذا السوق. طب ليه بقى؟ ليه بقى فيه كان ابلكيشن واحد بيوصل لي اي طلبات انا عايزها من حتة لحتة، وبعدين فجأة دخلوا 10 ابلكيشن زيهم؟ لان الاستثمارات كانت مش محتاج استثمارات ضخمة، مش محتاج ارض، مش محتاج مصنع، مش محتاج استثمارات ضخمة علشان اعمله. وهما الحقيقة لو خلقوا لنفسهم، انا مثلا لو منه انا اغير نموذج العمل، ابيع شركتي دي بقى وادخل بنموذج عمل جديد خلاص، وادخل بابتكار جديد في هذه النوع من الصناعه، صناعه الابس خلاص. طيب اللي بعد كده هندخل على ثالثا، التنافس بين الشركات القائمه. ايه حكايه التنافس بقى؟ انا بلون هذا التنافس بين الشركات القائمه. في معظم الصناعات المحدد الرئيسي ربحية الصناعة مستوى المنافسة بين الشركات القائمة، يعني لما تبقى صناعة فيها منافسة عنيفة يبقى صناعة غير جاذبة، لما تبقى صناعة فيها منافسة متوسطة بتبقى صناعة جاذبة. خلي بالك كلما اتسمت الصناعات بتنافسية شديدة، كلما اتسمت باستخدام المنافسة السعرية، يعني خفضوا الأسعار وأصبح رفع الأسعار صعب جدا، لدرجة ان بعض الشركات بتصل انها تخفض الاسعار اقل من مستوى التكلفة. فهتلاقي بقى انه الصناعات التي تتسم بالمنافسة الشديدة دايما بتنافس على السعر، ومما يؤدي الى حدوث خسائر في الصناعة. لا 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 انا مش هدخل الصناعة دي، انا اصلا كنت ناوي ادخل صناعة رابحة، صناعة معدلات ربحيتها عالية. طيب ايه هي بقى العوامل اللي بتحدد شدة المنافسة؟ وانا في صناعة في منافسة شديدة ولا متوازنة ولا متوسطة ولا منافسة عنيفة ولا منافسة بسيطة ولا احتكار ولا ايه؟ الفروق بين المنتجات. انا بشوف مثلا ان صناعة المياه، انا كنت فاكرة الحقيقة يعني ان صناعة المياه المعدنية ما فيهاش جديد. عندك مين؟ عندك دساني وعندك نستلي وعندك كام علامة تجارية كده بتبيع ازازة المياه ب2.5 جنيه او ب3.5 جنيه حاجة زي كده. خلاص خلصت، هيقدموا ايه تاني جديد؟ وفجأة واسبك فجأة يا اخي تبص تلاقي علامات تجارية جديدة بتنزل بتبيع ازازة المياه بتاعتها ب15 جنيه وبتتباع. ده انا كنت فاكرة اصلا ان درجة الفرق بين المنتجات محدودة جدا، فالصناعة دي تنافسيتها عالية فما فيش حد هيفكر يدخلها. دخلوا بابتكارات جديدة وبعلامات تجارية منافسة. أصلا أنا هزود لك الكالسيوم في المية، أصل المية دي مسحوبة من بير جوفي ليه مميزات، نسبة الأملاح فيه اللي هي عند المصريين نقص فيها عالية، فبتبقى مياه معدنية بتشبع العطش
وفي نفس الوقت بتعالج. يا سلام، طيب انا اديني دخلت اهو. يبقى برغم ان بعض الصناعات تبدو ان درجة الفرق بين المنتجات محدود، لكن تبص تلاقي بعض المبتكرين الحقيقة بيقدروا يدخلوا يلاقوا اختلافات ويدخلوا. بس يعني خلينا نرجع للأصل، كلما زادت درجة الفروق بين المنتجات كلما كانت الصناعة جاذبة، بينما كلما انخفضت درجة الفروق بين المنتجات كلما كانت الصناعة غير جاذبة أو غير مربحة. عدد وتوازن المنافسين، كلما زاد عدد المنافسين زادت احتمال محاولة واحد أو أكثر لكسب العملاء عن طريق خفض السعر. برضه تاني، كلما ازداد عدد المنافسين كلما كانت المنافسة السعرية. مصطلح المنافسة السعرية معناها ايه؟ ان انا لما اجي اخد عملاء غيري بخفض السعر، هيجولي. طيب ده في بعض الصناعات يا ولاد، المنتجات الغذائية ممكن، المشروبات الغذائية، المشروبات بشكل عام ممكن، لكن في صناعات تانية لا، مش بستخدم تخفيض السعر. وعادة بتبقى الصناعات اللي هي فيها قدر من الرفاهية، يعني ما بيتنافسوش على السعر، بقى بيتنافسوا على معاني تانية. معدل نمو الصناعة ومستوى التكاليف الثابتة، طبعا كلما زاد مستوى التكاليف الثابتة خلاص، كلما تطلب الأمر إنك تبيع بكميات أكبر، كلما ازداد مستوى التكاليف الثابتة كلما كانت الصناعة إيه؟ التنافس فيها عالي جدا جدا. الفكرة الأساسية إنه في الآخر الشركات عشان توصل لنقطة التعادل بالنسبة للشركات التي لديها تكاليف ثابتة مرتفعة بتقدر تبيع، يجب أن تبيع بكميات كبيرة علشان توصل لنقطة التعادل، بينما الشركات اللي عندها تكاليف ثابتة منخفضة مش بالضرورة تبيع. يعني ايه التكاليف الثابتة؟ الأرض. طيب أنا عندي النهاردة بدفع بعض التكاليف الثابتة زي إيجار، بدفع كهرباء، بدفع مية، بدفع رواتب موظفين. بعت ما بعتش أنا هدفعه كل شهر. التكاليف المتغيرة متعلقة بحجم الإنتاج بقى، كويس؟ زي مثلا المواد الخام، تكلفة المواد الخام. على أي حال، كلما زاد مستوى التكاليف الثابتة في صناعة ما، هي أصبحت صناعة ربحيتها محل قلق، لأن مطلوب منك طول الوقت تغطي تكلفتك الثابتة على توصل لنقطة التعادل، هي تغطي فيها وتبيع بكميات أكبر. طيب برضو مستوى معدل نمو الصناعة، طبعا هقول لكم تاني، كلما زادت مستوى التكاليف الثابتة أصبحت التنافسية في هذه الصناعة. على فكرة الصناعة دي مش هيدخل فيها ناس كتير، يعني قسها كده، مستوى التكاليف الثابتة لهذه الصناعة كبيرة جدا وبالتالي مش هيدخلها ناس كتير، يبقى التنافسية فيها منخفضة. معدل نمو الصناعة بالنسبة للصناعات اللي هي فيها معدل نمو منخفض، بالنسبة لها هي المنافسة بين الشركات في صناعات بطيئة النمو أقوى من اللي موجودة في صناعات سريعة النمو، كويس؟ طبعا الصناعات بطيئة النمو دي هي الصناعات يمكن تكون أخطرها الصناعات الثقيلة، الصناعات القديمة. يعني انت عندك صناعة البي سيز او الاجهزة الكمبيوتر المكتبية تعتبر صناعة بطيئة النمو. الصناعات بينما الصناعات سريعة النمو، المنافسة بين الشركات في صناعات بطيئة النمو اقوى من تلك الموجودة في صناعات سريعة النمو. تعال نشوف رابعا اللي هي القوة التفاوضية للموردين. القوة التفاوضية للموردين الحقيقة معناها المورد، الراجل اللي بيجيب لي الخامات اللي بستخدمها في الصناعة، هيلعب في الجودة، يرفع السعر ويخفض الجودة. في الحالة دي هو هيبقى ليه بقى؟ لأن مفيش غير 2-3 موردين، يبقى بيقدروا يتحكموا في السعر والجودة. طب لو في موردين كتير يبقى لأ، يبقى بيتنافسوا ما بينهم بعض عشان يبيعوا لي بجودة مرتفعة وسعر منخفض. يبقى إذا قلل الموردين من جودة مكوناتهم تتأثر جودة المنتج بتاعي نهائي، صح ولا لأ؟ واللي بيخلي طب سؤال بقى، ما الذي يدفع الموردين لتخفيض جودة المكونات ورفع الأسعار؟ قوتهم التفاوضية أعلى. ما الذي يجعل قوتهم التفاوضية أعلى؟ عددهم أقل بس.
طيب إذا كان الموردين أقوياء بالنسبة للشركات في صناعة التي يبيعون فيها تتأثر ربحية الصناعة طبعا، يبقى عدد الموردين أقل يبقى ربحية الصناعة أقل، يبقى تحكمهم في المنتجين أعلى، يبقى قدرتهم على رفع الأسعار وتخفيض الجودة أعلى، وبالتالي قوتهم التفاوضية أعلى. يبقى كلما زادت القوة التفاوضية للموردين كلما انخفضت ربحية الصناعة. ماشي، اللي بعده. دي أمثلة بقى ايه ازاي العوامل التي تؤثر على قدرة الموردين في ممارسة الضغط على المشترين. تركيز المورد بمعنى انه عدد قليل من الموردين، قلناها من شوية. تكاليف الاستبدال، ان انا ما عنديش، الحقيقة انا محتاجة خامات معينة، الخامات دي ما اقدرش، خامة ما اقدرش استبدلها بخامة. يعني في بعض الصناعات يا اولاد بعتمد على خامات معينة لا يمكن استبدالها، لا يمكن استبدالها، ما ينفعش اخد دي بدل دي. مثلا انا بصنع ملابس، طب انا عايزة قطن، القطن غالي قوي، ممكن استبدله، اخفض المدخلات بتاعته، ممكن. طب ممكن استبدله بوليستر، ممكن. خلاص خلصت، يبقى في ايه هنا ممكن يحصل عندي استبدال. في الحاله دي عندي بعض القدر من الايه، من التحكم في الربحيه، وقوه التفاوض الموردين بتبقى اقل. المثال اللي انا قلته على تكاليف الاستبدال، جاذبيه البدائل، وتهديد التكامل الامامي. عايزاكم بقى تفهموا الحتة بتاعة تهديد التكامل الأمام وجاذبية البدائل دي بشكل جيد. يتم تعزيز قوة الموردين إذا لم تكن هناك بدائل جذابة للمنتجات أو الخدمات التي يقدمها المورد. ده زي ما اتفقنا، يعني تزداد قوتهم كلما انخفضت البدائل اللي هي بتتقدم منه. الحاجة التانية برضو بتزيد قوة الموردين كلما كان من الصعب إنه، او العكس بقى، بتزيد قوة الموردين كلما كان هناك احتمال ان هو يدخل صناعة المشتري. عارف يعني ايه؟ هقول لك على حاجة. انا بورد مواد خام لها علاقة بتصنيع الملابس اللي هي الخيوط والاقمشة، بوديها مصانع ملابس. بعد شوية فهمت اللعبة بتاعت مصانع الملابس، اقوم اشتري مصنع ملابس. كلما ازدادت قوة المورد بقى ان هو يتكمل للامام، يعني يروح يشتري مصانع الملابس، يبقى بقى اقوى، يبقى بقت الصناعه اصعب واصعب واصعب. ليه بقى؟ لان بقى الراجل اللي عنده قماش وانسجه هيديها لمين؟ لمصنعه. طب وانا ادي المصانع التانيه ليه؟ ما ادي لمصنعي وخلاص. خامسا، القوه التفاوضيه للمشترين، دي مهمه جدا. مين المشترين؟ العملاء. مين العملاء؟ العملاء دول بقى اهم حاجه في الموضوع كله. يعني هم اهمهم من وجهة نظرنا احنا كناس بتوع تسويق بتوع ريادة أعمال، لكن برضو هم زيهم زي القوى الخمسة الأخرى. مثلا القصة الشهيرة في صناعة السيارات في مصر، إن المشترين قرروا يعملوا إيه؟ خليها تصدي، حملة خليها تصدي. قرروا إنهم مش هيشتروا عربيات، فأثروا على الصناعة ولا لأ؟ أثروا على الصناعة طبعا. وفي عدد من المصانع خفضت، أو الشركات أو المستوردين خفضوا ولو تخفيض قليل في ربحيتهم. طيب في صناعة سيارات برضو، عدد من الشركات الكبيرة التي تشتري منتجاتها من آلاف الموردين في مختلف الصناعات قرروا إنهم يعملوا اتحاد ويقولوا الآلاف الموردين دول مش هنشتري منكم لما تخفضوا. هما مين المشتري؟ المشتري هو مصنع السيارات. ومين المورد؟ الموردين كتار قوي في صناعة السيارات. مصانع السيارات هم 4 5 مصانع سيارات، اتفقوا مع بعض احنا هنضغط على الموردين. فمين القوة هنا أكبر؟ القوة أكبر للمشتري، اللي هي مصانع السيارات طلعت أقوى في هذه الصناعة من مين؟ من الإيه؟ الموردين. فالقوة التفاوضية هنا للمشترين كانت أكبر. عايزين نقيسها بقى، بتتقاس القوة التفاوضية للمشترين يا ولاد، بتتقاس بإيه؟ ده أنا عمالة، بتتقاس بإيه؟ بتركيز مجموعة المشترين، عددهم. خلاص عندي 5 مصانع سيارات في العالم مثلا، او 10 مصانع سيارات في العالم، وعندي الاف او عشرات الالاف من الموردين لمصانع السيارات، يبقى انا الاقوى. طيب تكاليف المشتري، تمام. طبعا اذا زادت اهميه التوريدات للمشتري وكانت بالنسبه له مهمه جدا، في الحاله دي هو هيبقى اضعف. اذا كانت لا، بالنسبه له اقل اهميه، ممكن استبدالها، المشتري هيبقى. درجة توحيد منتجات المورد، كويس. يعني أنا عندي بدائل موردين كتير ولا عندي مورد واحد بعتمد عليه؟ إذا عندي بدائل موردين كتير، أنا كمصنع سيارات بشتري مواد خام بصنع بيها السيارة،
انا الاقوى اذا انا الموردين كتار، كويس. طيب خطر التكامل الخلف، اذا انا كمصانع سيارات اقدر اشتري موردين. بص تلاقي مثلا مصنع سيارات تويوتا عنده مصنع مستقل لتصنيع الكراسي، كرسي السيارة، مصنع مستقل لتصنيع تيل الفرامل، مصنع مستقل. طب ما انا اشتري تيل فرامل انا عندي دلوقتي استثمارات ضخمة، ممكن اقوم شاري مصنع توريد الكراسي، واشتري مصنع توريد تيل الفرامل، واشتري مصنع صاج بتاع العربيات. الله، طب انا تكاملت للخلف، يبقى قوة المشترين التفاوضية هنا ايه؟ تبقى اقوى واقوى واقوى. طيب على اي حال احنا نقدر نقول ان احنا انتهينا من التطبيق الاول نماذج القوى الخمس، وعايزكم تعملوا اساينمنت صغير جدا ان انتوا تستخدموا بقى الجدول اللي قدامكم دي في انك تختار الصناعة اللي انت عايز تدخلها، وتبتدي تقيم تهديد البدائل، تهديد الداخلين الجدد، التنافس بين الشركات، القوى التفاوضية الموردين، القوى التفاوضية المشترين، علشان تعرف اذا كانت تهديدها، اذا كانت ربحية الصناعة هنا مرتفعة ولا منخفضة، واذا كانت هذه الصناعة جاذبة ولا غير جاذبة. وقلنا ان الصناعة تكون جاذبة اذا كانت ربحيتها مرتفعة. نقطة. اشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، وارجو من الله عز وجل ان انتم تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع.